أزمة كبيرة أعزائي الكرام تحل في البيت الكاميروني قبل أيام قليلة من المباراة الفاصلة بين المنتخب الوطني الجزائري والكاميرون المؤهلة لمونديال قطر سنة 2022، وأيضا التيار أصبح لا يمر بين وزير الشباب والرياضة وكذلك سامويل إيتو بخصوص هوية المدرب الذي سيقود المنتخب الكاميروني لكرة القدم ضد المنتخب الوطني الجزائري، والأزمة تطورت وأصبحت أزمة خانقة، وطبعا هذه الأزمة ستنعاد على المنتخب الوطني الجزائري والكوتش جمال بن ماضي بشكل إيجابي، وهنالك أخبار تدور أعزائي الكرام حول تعيين مدرب جديد لمنتخب الكاميرون قبل هذه المباراة الفاصلة. راح نشارك معكم جميع التفاصيل إن شاء الله في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بداية لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كنتم تشاهدون المرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. طبعا أعزائي الكرام خليني كبداية نشارك معكم الأزمة التي يعيشها الاتحاد الكاميروني لكرة القدم وصامويل إيتو ووزير الشباب والرياضة، وانتم طلبتوا مني في الفيديوهات السابقة أنه أي خبر جديد يحوم في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من أزمات ومشاكل جيبها لنا في هذه القناة، وهذا ما أفعله بالضبط أعزائي الكرام في هذا الفيديو. وطبعا خليني نبدأ لك عزيزي الكريم بالأزمة التي تدور بين يعني رئيس الاتحاد الكاميروني الغير الشرعي في منصبه مثل ما أكدت لنا حكمة الرياضية الطاس وكذلك وزير الشباب والرياضة، فالتيار انعدم بين هذين الرجلين وكل واحد أصبح لا يطيق الآخر بسبب المدرب الحالي لمنتخب الكاميرون كونسيساو. سامويل إيتو سابقا أكدنا لكم بأنه يريد طرد هذا المدرب من منصبه وإحضار أحد المدربين الآخرين لعدة أسباب، رح نشارك معكم الأسباب. أما بالنسبة للطرف الآخر يعني وزير الشباب والرياضة في الكاميرون يريد بقاء هذا المدرب ويراعب لأنه هذا الوقت حساس جدا، فإذا رح تغير المدرب ممكن أن المدرب ما يتألق لكش ورح ما نتأهلوش إلى مونديال قطر سنة 2022. فوزير الشباب والرياضة كان قراره سديد وحكيم بإبقاء هذا المدرب كونسيساو اللي يعرف المجموعة والمجموعة كذلك تعرفه ذلك بشكل كبير جدا. يعني واحد يقول نطردوه أما الآخر يقول خلي علينا هذا المدرب في منصبه من بعد نفوت لمباراة الجزائر أمام الكاميرون المؤهلة لمونديال قطر ونشوفه واش راح نديره. وأيضا يعني سامويل إيتو لم يكتفي بهذا القدر وقال بلي أنا هو الرئيس، أنا هو اللي نحكم في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم حاليا، وبعث برقية صادمة صراحة ل يعني وزير الشباب والرياضة مؤكدا فيها قائلا بلي أنه إقالة أو استمرار المدرب كونسيساو ليس من صلاحياته كوزير، يعني أنت تبقى وزير شوف المهام نتاعك ما تتدخلش في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، وقائلا وإن إدارة المنتخب الكاميروني من صلاحية الاتحادية لكرة القدم الكاميرونية. يعني هنا الأزمة تطورت أكثر فأكثر عندما سامويل إيتو بعث هذه البرقية إلى وزير الشباب والرياضة، قالوا أنت وزير دير المهام نتاعك ما تتدخلش فينا، احنا هما اللي نقرروا واش نطردوا هذا المدرب ام العكس. ممكن تطرحوا لي سؤال في صندوق التعليقات وتقولوا لي يا وليد علاش سامويل إيتو راه حاب يطرد هذا المدرب بشكل كبير جدا. طبعا اعزائي الكرام هذا المدرب كونسيساو عنده مشاكل شخصية مع أحد نجوم منتخب الكاميرون وكذلك لاعب نادي بايرن ميونخ تشوبو موتينغ، والذي صرح تشوبو موتينغ مؤخرا بأنه لا يريد العودة إلى منتخب الكاميرون إذا بقي كونسيساو كمدربا لهذا الفريق. يعني عنده بين قوسين نفس سيناريو حكيم زياش مع المدرب الصربي وحيد حاليلوزيتش. وطبعا ناهيك على ذلك سامويل إيتو يريد تلبية يعني طلبات الشارع الكاميروني، الشارع الكاميروني يريد يعني مدربا جديد أمام المنتخب الوطني الجزائري من أجل أن يعني يفوز المنتخب الكاميروني على المنتخب الوطني الجزائري، خاصة بعد فشل كونسيساو في قيادة المنتخب الكاميروني لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا سنة 2022 والتي أقيمت في ديارهم. يعني هنالك صراحة أزمة كبيرة ومشاكل كبيرة، سامويل إيتو يعني راه مكتف من كل النواحي، عنده مشاكل مع رئيس الفيفا، عنده مشاكل كذلك أيضا مع رئيس يعني الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريك موتسيبي، كذلك عنده مشاكل كبيرة جدا مع المحكمة الرياضية الطاس، وعنده مشاكل مع وزير الشباب والرياضة، ويريد أن يصبح يعني بطل ويريد تلبية طلبات الجماهير. وعليكم أعزائي الكرام، وطبعا هنالك أخبار تؤكد أعزائي الكرام بلي أنه سامويل إيتو رسميا راح يقيل هذا المدرب من منصبه، لأنه سامويل إيتو طلب 72 ساعة في آخر اجتماع عقده بطبيعة الحال، قال لأعضاء الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أعطوني 72 ساعة وأنا هو اللي نقرر واش هذا المدرب يبقى أم العكس. وبما أن وزير الشباب والرياضة
قال لهم باللي خليه يعني هذا المدرب كونسيساو مدربا للمنتخب الكاميروني لكرة القدم، وايضا صامويل ايتو دخل قال باللي انا هو اللي نحكم واش راح نخليه هو نخرجه. فهذه حاجه باينه باللي انه مدرب منتخب الكاميرون سيتم طرده من الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ومنتخب الكاميرون. وطبعا هذه النقطة ستنعاد علينا إيجابيا للمنتخب الوطني الجزائري في المباراة الفاصلة، لأن صامويل إيتو عنده قائمة فيها بعض المدربين يريد إحضارهم إلى المنتخب الكاميروني لتدريبه وقيادته للمباراة الفاصلة. وبطبيعة الحال احتمالية يعني نجاح مدرب جديد مع هذه المنظومة، وخاصة أنه جامي كانت عندهم تجربة معهم، يعني احتمال ضئيل جدا باللي أنه راح يفوز على المنتخب الوطني الجزائري. يعني صامويل إيتو راح حاب يريسكي بالمنتخب الوطني الكاميروني ضد المنتخب الوطني الجزائري بتعيين حكم جديد، وهذه النقطة إفادة للمنتخب الوطني الجزائري. إحنا ماذا بينا يكون عندهم مشاكل، لأنه من البداية ما كان صامويل إيتو يحترم المنتخب الوطني الجزائري. على كل حال من بعدها كانت هناك العديد من الأخبار أكدت لنا قائلة باللي أنه صامويل إيتو يعني سيعين مدرب جديد مثل ما تشاهدون في هذا التقرير الظاهر أمامكم، وسط تضارب الأفكار كل واحد واش كان يصرح. هذه الجريدة جون أفريك صرحت قائلة باللي أنه صامويل إيتو عين سونغ مدربا للمنتخب الكاميروني خلفا لكونسيساو، وصرحوا قائلين من بعدها بتصحيحهم للمقال باللي أنه لحد الآن مازال ما عينوهش كمدرب، ولكن 99% سيعين بطبيعة الحال كمدرب للمنتخب الكاميرون، حيث صرحوا قائلين يرغب صامويل إيتو في تعيين سونغ كمدربا جديدا للمنتخب الكاميروني لكرة القدم. هكذا سيتولى النجم المدافع السابق المسؤولية يعني مسؤولية بعد كونسيساو أنطونيو، ويمكن الإعلان عن القرار رسميا يوم 23 فبراير، وسيكون يعني سونغ المدرب الجديد لأسود التي لا تقهر. وطبعا حسب معلوماتنا قائلين إدارة صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم طلب من اللجنة التنفيذية للهيئة يعني الاتحادية الكاميرونية لكرة القدم 3 أيام إضافية من أجل أن يعلن عن واش راح يطرد يعني صامويل إيتو كونسيساو وسيحضر مدرب جديد، أم أنه سيستقر على نفس المدرب. يعني يوم 23 من شهر فبراير راح نتعرفوا واش صامويل إيتو راح يعمل مدرب جديد أم سيبقي كونسيساو. ولكن كل الأخبار حاليا كل الأخبار تقريبا في الكاميرون حسب مصادر كاميرونية يتكلم يعني كلها تؤكد باللي أنه راح يكون مدرب جديد للمنتخب الكاميرون، وهذا هو المدرب الذي حاليا على يعني ملف على طاولة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم. وطبعا من لا يعرف سونغ بطبيعة الحال كان قائد منتخب الأسود التي لا تقهر. طبعا أكدت نفس التقارير قائلين باللي أنه سونغ يعني كان مدربا للمنتخب تحت 23 سنة، والذي قاده بطبيعة الحال إلى بطولة الأمم الأفريقية في عام 2018، وسيحل هذا الرجل يعني سونغ مكان أنطونيو كونسيساو كمدربا للمنتخب الكاميروني لكرة القدم. بالنسبة لمبوما أعزائي الكرام صرح سابقا لأنه حتى مبوما سمعنا عليه أخبار لأنه راح يكون مدربا للمنتخب الكاميرون وهو الصديق المقرب لصامويل إيتو، أكد هذا الرجل يعني مبوما في أحد التصريحات لكانال بلوس الفرنسية قائلا ليست لدي نية يعني أن أصبح مدربا، وبالتالي كنت متحمسا للغاية ومصمما على تولي الوظيفة في سنة 2019، ولكن للأسف يعني ترشيحي لم يكن كذلك، يعني ما كانوش مرشحينه باه يقود المنتخب الكاميروني في تلك السنة سنة 2019. فحاليا كما قلت لكم حسب المصادر، احنا ما راح نتكلموا من رسالنا، حسب المصادر صامويل إيتو يريد طرد هذا المدرب، رغم انه وزير الشباب والرياضة لا يريد طرده. هناك مشاكل كثيرة واحتمال كبير 99% انه سيتم طرد كونسيساو واحضار مدرب جديد، وهناك احتمال كبير باللي ان المنتخب الكاميروني سيفشل في الصعود الى مونديال قطر سنة 2022، لانه يعني كي راك تجيب مدرب جديد جامي تعامل مع الفريق وكذلك جامي قاد هذا المنتخب في اي مباراة لا ودية ولا حتى رسمية، فاحتمال كبير جدا انه راح يفشل، يعني نسبة النجاح هي قليلة جدا. فهذا ماذا بينا احنا بالنسبة لنا كجزائريين وكمنتخب جزائري، ماذا بينا المنتخب الكاميروني يبدل المدرب نتاعه ويخسر امام المنتخب الوطني الجزائري ذهابا وحتى ايابا. اما بالنسبة لتصريحات لاعبين المنتخب الوطني الجزائري عن هذه المباراة، عندنا توغاي صرح قائلا المباراة الفاصلة الشعب الجزائري كله ينتظرها بفارغ الصبر، وليس فقط لاعبين للمنتخب الوطني الجزائري فقط، وكل اللاعبين مركزين حاليا على هدفنا في هذه المباراة الفاصلة، ان شاء الله نكون واجدين ولن نخيب امال الجماهير الجزائرية. بالنسبة لإلياس شتي صرح قائلا اعزائي الكرام لتلفزيون النهار، خيبة كان 2022 لم تكن في وقتها بتاتا،
ولكن عندنا هدف ورانا نركز عليه، رانا نخدم به نفرح الشعب الجزائري الذي يستحق كل الخير. نحن كلاعبين ليس لدينا أي مشاكل، يعني نعلم أن الظروف لن تكون سهلة في الكاميرون، ولن نلقى كل شيء مفروش لنا بالبساط الأحمر، وبطبيعة الحال رح نلقاو كل الصعوبات، ولكن نحن سنجهز أنفسنا لجميع السيناريوهات المحتملة، خاصة وبعدما عشناه يعني في كان 2022 من مأساة، وقائلا نلعب في أي ملعب هدفنا هو الفوز. والاتحاد الكاميروني خصص ملعب جابوما ستاديوم فقط، ما هي أثر نفسيا على المنتخب الوطني الجزائري، ولكن لاعب الخضر يعني يرفعون التحدي عاليا وقالوا باللي أنه نلعبوا لكم وما تبغون نلعبوا لكم، احنا راح نقدموا المستوى الكبير، والغلطة اللي غلطناها في آخر بطولة كأس أفريقيا ما راحش تتكرر. هذا ما نتمنى شخصيا، وهذا ما يعني يحلم به الجمهور الجزائري وكذلك حتى الشعب الجزائري. كان هذا فيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.